كلمني عن الغلطة. اجاني عرض انه اسوي سيمينار بالعراق 10 اسابيع قبل البطولة. فانا قلت انه راح استغل هاي الفرصة ونفس الوقت ازور كم محافظة ومحلات وسوي دعاية الى الشركة وفتحنا كمان كذا فرع كذا محل بكذا محافظة وهذا الحكي 10 اسابيع قبل البطولة. فظليت هناك تقريبا 7 ايام نوم طبعا 3-4 ساعات في اليوم طبعا اكل وجبتين 3 وجبات باليوم زيارات وما ينفعش تقول للناس زيارات وهالامور هاي ف يعني كانت سفره كثير حلوه مفيده للشركه بس نفس الوقت اثرت على تحضيري الى هاي البطوله بالضبط. طب وقع ديفيد بلومبو كان في الموضوع ده ايش؟ اكيد هو كان ضد هذا الشيء بس انا حسيت انه شيء مهم لان اعرف انا جسمي شوي انه الحق اضغط على نفسي فالحمد لله لحقت يعني بس اذا نكون صريحين يعني الامور كلها كانت ماشيه طيبه الى حسيت روحي يوم قبل البطوله انه ما سويت كارب لود كافي بحيث لما يوم البطوله حسيت انه رجلي عم يتاكل شوي شوي يعني ما اريد اقول لك نفس الغلطه بس تقريبا نفس الغلطه صارت هالمره صارت السنه اللي راحت وما اريد اقول انه هذا حق صوش المدرب انه انا شوي كمان لازم اتحمل مسؤوليه اتحمل مسؤوليه لان اني بهذا الايام لازم ما اطلع شوبينج وموبينج وهالامور صح, صح صح لازم بس اقعد بالبيت وارتاح و بس بعد واحد يعني لما يسافر مكان جديد حابب شوي يشوف او هاي ف يعني انا حسيت حالي شوي يوم قبل البطوله كان مستواي احسن. طيب وصلنا اليوم الماتش خلاص انا شفتك واحنا داخلين ان انت رايح اللون تقابلنا اللحظات اللي قبل الماتش دي بالظبط تبقى لحظات عامله بالنسبه لاحمد احمد ازاي والمره دي انت مش هتقف على المسرح بتاع اولمبيا الكبير انت هتقف على المسرح اللي هو بتاع الكلاسيك اللي هو بيبقى في الارينا في الاكسبو اسف مش في الارينا الارينا دايما هو ده اللي انت كنت بتقف عليه دلوقتي بقى الاكسبو ولاجل الحظ برضه 212 السنه دي اتلعب كمان الاكسبو يعني فانت ما بعدتش قوي يعني ايوه رحت عملت اللون بتاعك وابتديت فتره التحميل انا كنت متابعك وانتوا هتشوفوا اللقطات دلوقتي هنزلها لكم احمد هو قاعد بيحمل الاكل بتاعه كان ساعتها بياكل برجر وفرايز صحيح الوقت ده انت بتبقى حاسس بايه بتبقى عامل ازاي تعبان نشيط كسلان بصراحه هاي كم ساعه قبل الماتش حسيت حالي انه مستواي مو مثل انا اريده فاضطريت اعمل شيء يعني انه شوي يخلي يعبي جسمي ده تفكير منك؟ تفكير مني فأكلت البرجر والفرايز بس أكلتها شوية متأخر حسيت بدي أكلها قبل كم ساعة عشان تلحق تشتغل تلحق تشتغل ساعات صعبة أحمد في اللحظات دي بتبقى أكتر حاجة بتفكر فيها إيه؟ انه لازم اغذي جسمي بطريقه صحيحه على مود لما ابدي احمي يجيني بام قوي بحيث يكون شكلي يعني كويس وحلو بالمسرح مثل ما واحد افكر انه ورا نص ساعه لما انا بالنادي جسمي احسن شيء منفوخ فاريد عندي هذا يكون الاحساس لما ابدي احمي انا ورا نص ساعه يكون عندي نفخ بحيث احس العضلات تريد تنفجر على مود هيك عم باكل شويه في اكل في دهون بروتينات املاح كربوهيدرات يعني الجسم هيك ايام حساس وناشف كثير ومهم واحد انه يغذيه بطريقه صحيحه على مود ميزان واحد مرات يريد يسوي لود كارب لود يعني ياكل يخاف انه يعبي مي
يقطع الماي يعني كل صعبة، لازم عندك عين يعني تعرف وتشوف محتاج ايه بالضبط وتعمله كل شيء يعني تعمل توقف لا هاي ف يعني سبحان الله الجسم كلش حساس و 90% من اللاعبين الفورمة بتاعهم بعد الماتش يوم قبل الماتش او يوم بعد الماتش بالضبط ف بس المستوى يعني ما كان كويس بالنسبة إلي يعني إنه ورا ظروفي اللي مريت فيها مدة السنة فكان المستوى كويس بس أنا أعرف شنو أحتاج على مود أجيب مركز أعلى يراد لي أفخاذ رجلين أكبر أكيد وهذا راح أحاول أتعب عليه على السنة الجاي نفس الوقت وزنت أني 83.5 تمام أني إلي الحد إنه يكون 84 فكان لسه في كيلو ممكن تقدر يعني كيلو ونص كيلو فيعني هم كنت أفكر إنه ما أقدر أكل قد ما كان لأن لازم أكمل الميزان صح وورا الميزان عندك يومين تعمل كارب لود ويومين كمان يمكن بالنسبة لفي ناس كثيرة تعمل كارب لود لأن تلحق تعبي مي صح فيعني الأمور نتعلم يعني الحمد لله من ماتش إلى ماتش بس أعرف أني شنو محتاج لي على المرة الثانية على أرض أنافس بين الأوائل ما شاء الله عليهم يعني كانت بطولة كتير قوية 35 لاعب وكذا لاعب يعني مستواهم كان كتير عالي سواهن خرجنا من الغرفة بتاعت الاستراحة اللعيبة بعد ما كنا البرجر والفرايز وريحنا شوية خرجنا لغرفة التسخين وزي ما انتم شايفين دلوقتي اللي بيحصل نظراتك للآخرين اللي حواليك كانت عاملة ازاي لان انت الاول كنت دايما بتشوف احجام في 212 كبيرة ودلوقتي ابتديت تشوف احجام قليلة هل انت كنت مستكبر نفسك عليهم مش مستكبر اللي هو في المقام لا يعني كبر الجسم نفسه كان بالنسبة لك انت شايفه في المراية كبير ولا حسيت ان انت نفس الليفل مقارب ليهم والله حسيت جسمي مقارنة الكثير اجسام انه انا اضخم من عندهم وحسيت انه كثير من اللاعبين عم يتفرجوا علي لما شلحت انا شفت انه برز يعني جسمي برز كذا يعني يعمل بامب يتغير يتغير كثير وشغله من شغلات هم تلمو حلوه يعني لان انا اسمي احمد يمشي على الاحرفه فانا اطلع اول لاعب دائما على طول وعندك 35 لاعب لازم يكملون على ما انا ارجع افوت للمسرح مره ثانيه فممكن تتنسي فأنت عندك نص ساعة قبل ما تصعد للمسرح لازم تحمي وتنفخ عضلاتك وتعال بعدين خلي البومب خلي البومب موجود صح صعب يعني شيء كل صعب لو اسمي مثلا بالنص أو بالنهاية كان أفضل طبعا فلازم نغير اسم الثاني عشان
فبالنسبة لك انت شفت حالك في وسطيهم مستوى كويس وكنت حاسب حالي يعني لما ارجع اشوف الصور وهاي يعني بين اول عشرة كنت استحق انه انا اكون موجود في التوب 10. توب 10 خدنا الخطوات وقفت خلاص في اللاين اللي طالع على السلم. نعم. زي ما انت تشوفه برضو احنا كنا واقفين معاه. انا سألتك انت بتفكر في ايه دلوقتي قبل ما تخش على المسرح؟ اسمعه رده. تفكيرك دلوقتي انت داخل المسرح خلاص اهو. ان شاء الله الحكام يعقبهم اللي راح يشوفوه باذن الله. ان شاء الله. بعد ما سمعت الرد اول لما حطيت رجلك على المسرح انت المره دي بتواجه الجمهور بتاع اولمبيا بستايل جديد. نعم. انت كان احساسك ايه؟ والله كان احساسي حلو، كان عندي ثقه بنفسي كويسه. فلا ما كانت يعني اكسبيرينس حلوه لاول مره اشارك في الكلاسيك في المستر اولمبيا، مهما يكون هم يعني حتى لو انا جاي من كمال اجسام هم ابطال كلاسيك. مثل لسه انت تلبسني شورت وتقول لي فوت مينز فيسيك. انا ما اعرف اعمل اوضاع ميامي، يمكن انا جسمي افضل من عندهم بس ما اقدر ابرزه مثل ما هم يبرز جسمهم، فراح اضيع بيناتهم. صح. فان شاء الله يعني على السنه الجايه هذا الله راد وخلانا طيبين وبعدنا نشارك، راح احاول اتدرب اكثر على الاوضاع الكلاسيكيه على مود الحكام يفكروا مو هذا جاي من كمال اجسام. ايوه صح، هو كلاسيك عن جد يعني. خلصت ورجعت نزلت من على المسرح. ايه تعليقك؟ حاليا بس عطشان اشوف اذا الحكام عجبهم الفورما ان شاء الله. انت رايك ايه؟ شفت ال تمام الحمد لله تمام تمام. نشافة ما بعدها نشافة. والمفروض هيبتدي الكولز بقى ان هو هيعملوا المقارنات. في اللحظة دي انت شفت ان انت ما طلعتش في الفيرست كول. الواقع الاليم ده بيبقى دايما اللي هي زي ما بيقولوا السكينه اللي بتطعن كل لاعب كمال اجسام لما ما بيسمعش اسمه في الندى الاول. حسيت بايه؟ بصراحه انا ما كنت حاطط فد مركز ببالي او انه فد نتيجه ببالي لما اصلا اجيت للاس فيغاس. تمام. بس كان هدفي انه اجيب فيرست كول اوت. تمام. بالنسبه للناس اللي بتتفرج ومش فاهمه يعني ايه فيرست كول، اللي هو النداء الاول للعيبه اللي بقت مميزه من ضمن ال 35 لاعب، هم بيختاروا منهم اول 5-6 لعيبه ودول من الاخر اللي بيبقوا الاوائل يعني اللي هيفوزوا بالموضوع. فكابتن احمد بقى يحكي لنا هو لما ما سمعش اسمه في النداء الاول اكيد هبطت شويه معنوياتي، بس قلت مو مشكله راح يجي كول اوت ثاني. والكول اوت الثاني كان اول اسمي. اول اسم اسمي. فوقفت بالنص، بس مع الأسف الحكام ما كانوا عاجبهم جسمي مقارنة إلى باقي اللاعبين، فحطوني على الجنب وعلى الجنب. هناك يعني خلاص تعرف يعني عرفت إنه أنا مو بين الأوائل. ويعني ما نقدر نسوي شيء بهالوقت هذا، إنه بس نظل نحاول مبتسمين. وسوينا العلينة يعني، وإن شاء الله الجايات أفضل يا رب على خير ان شاء الله. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على المقابله، انا طولت عليك بس كان حابب ان الجمهور عندي كمان يبقى عارف احمد بيفكر ازاي والتغير اللي حصل في حياته ده جيب تفكير عامل ازاي، وكانت خطوه سهله او صعبه، لان ممكن تفيد ناس بتتفرج علينا دلوقتي ان هم يغيروا في الديفيجن نفسه اللي هم بيلعبوا فيه على كلامك او على اتجاهك ونجاحاتك اللي انت بتعملها.
موفق ان شاء الله في 2020 لازم نشوفك باذن الله. موفق في البطوله بتاعت ايطاليا باذن الله. الله يسلمك. اتمنى لك كل خير واتمنى شركتك انها تكبر وتبقى دايما في الازدهار ان شاء الله. كابتن احمد تشرفت بيك. انا الاكثر. شكرا. وان شاء الله راح نكون متواجدين مع شركتنا Elite Nutrition في شهر 12 في دبي ماسل شو، لاول مره راح نتواجد هنيك. تمام. فان شاء الله هاي خطوه حلوه الى الخليج الاماراتي وبالخليج. امورنا طيبه في العراق الحمد لله وقاعد تتطور من يوم الى يوم هنيك مثل ما موجودين باسكندنافيا كلها. فالحمد لله والشكر. فنراكم في دبي ماسل شو عن قريب ان شاء الله اذا ما شوفنا قبلها يا رب باذن الله. مشكور لك. شكرا لكم جميعا وشكرا لكابتن احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.